باسم الآب ابن روح القدس إله واحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من إنجيل يوحنا 14 عدد 4. الكتاب المقدس هنا يعلمنا يقول: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. آمين، مبارك اسمك يا رب. طبعا نقدر نتكلم عن هاي الآية بصورة بسيطة كلش أخوتي الأحبة. نجي على إنجيل يوحنا نفس بس نقول نقرأ شوية من عنده. يقول: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذا أعطيته سلطانا على كل جسد، ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت إله حقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. مبارك اسمك يا رب. طبعا هنا يتكلم المسيح، يتكلم مع الآب على العمل اللي سواه واللي كمله. قال: مجدني على مجدني كالمج الذي كان يمك أمام من قبل. احنا في الجزء الأول من هاي الآية لو نتكلم عن نفسنا، احنا انت من احنا كلنا راح نموت، كلنا راح ننتقل ونكون يمه. تجي الدينونة تقول له، تقول له: انا مجدتك على الأرض. انت تتكلم مع شخص المسيح، تقول يا رب، العمل اللي انطيتني اياه على الارض اني قد اكملته. شنو هو عملك؟ شو ايش سويت؟ ايش طلبنا عندك يسوع المسيح؟ اكو سبب الله خلقك، اكو سبب الله وضعك على هاي الارض، مو على مود تاكل تشرب وتروح المدرسه تشتغل تجمع فلوس وبعدين تروح النار، تروح تموت. نو، هي مو هاي الحياه. هي اهم شيء من هاي هو الرب ترك حياة على مود تكسب نفوس للمسيح، له كل المجد. على دليل هذا الكلام هو من إنجيل متى إصحاح 25. يقول، تتكلم هنا مثل المسيح هنا على الوزنات. وأما الذي أخذ الوزن فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. طبعا هاي الرب خلقك وانطلق وزنة تستخدمها. طبعا لا يصير مثل هذا الشخص الجاهل، مع احتراماتي، الشخص الجاهل اللي أخذ هاي الوزنة ودفنها ونسى السبب لأنه موجود على هاي الأرض. راح تيجي يوم تقول له: أنا مجدتك لو ما مجدتك أمام عشه القدوس. ربي يبارككم، خلنا نتأمل في الآية ونصلي صلاة اليوم ونشوفكم بعدها. التأمل يجي مع آية اليوم: أحد أروع الأشياء التي قالها يسوع قال لأبيه في السماء: لقد أكملت العمل الذي أعطيتني إياه. في الواقع عندما أخذ آخر أنفاسه قال: قد أكمل. يجب أن نعيش بمجد الله كأعلى أولوية لنا، هذا هو هدفنا كأولاد الله. الصلاة تجي مع آية اليوم: تمجد بي يا رب، استخدمني لأجلب الآخرين لمعرفتك ومعرفة نعمتك، باسم يسوع ربي ومخلصي وصليب. آمين. أخوتي الأحبة، ربي يبارككم، نشوفكم فيديو ثاني، وباي باي.